بداية تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. نعم، يعني حقيقة مشاركة الرئيس بوتين في الاحتفالية بمناسبة مرور 16 عاما على انضمام، عفوا 6 سنوات على ثماني انضمام، سنوات نعم 8 سنوات، 8 سنوات على انضمام القرم إلى روسيا الاتحادية، هي بحقيقة تأتي في توقيت هام للغاية، إذ أن الصراع الآن يدور حول معالجة قضية إقليميين هما لوغانسك ودنيسك، وهما كما تعلمون هناك تعيش أغلبية روسية تعرضت في الحقيقة لكثير من المعاناة خلال الأعوام الثمانية الماضية. فبالتالي هذه المشاركة تحمل رسائل عدة. الرسالة الأولى أن روسيا ماضية في سياستها ونهجها لوضع نهاية يعني للمصاعب ولمعاناة السكان في شرق أوكرانيا، ولهذا الغرض هي ستواصل عملياتها العسكرية بغض النظر عن الاحتجاجات أو الضغوطات أو العقوبات التي يمارسها الغرب بحق روسيا. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، يعني مجرد ظهور الرئيس بوتين في هذه الاحتفالية وإلقائه كلمة هناك يدل على ثقة بالغة بالنفس والقدرة على الصمود وعدم تأثره بكل ما يدور حول روسيا من تهديدات بعقوبات وتهديدات بإمداد أوكرانيا بسلاح فتاك وغيرها من يعني التوجهات التي يريد الغرب أن يمارسها بحق روسيا.